ونروح معاكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات، البداية من أسوان حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير طريق توشكا النقرة في قنا، تم إنزال نصف مليون زريعة سمك بلطي في نهر النيل. كمان امبارح في كفر الشيخ تم توريد 202,023 طن قمح للشوان والصوامع. أما في الدقهلية فتم تنفيذ المنطقة التجارية واللوجستية الجديدة بتكلفة 4 مليار جنيه. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في أسوان تم تنفيذ مشروع رفع كفاءة وتطوير طريق توشكا النقرة بطول 50 كيلومتر، وتم الانتهاء منه بنسبة 100% وبتكلفة 160 مليون جنيه ضمن الجهود اللي بتبذلها أجهزة الدولة في كافة قطاعات العمل العام. في قنا شهدت المحافظة إنزال نصف مليون زريعة سمكية من نوع البلطي بنهر النيل بمدينة قنا في إطار حماية وتنمية الثروة السمكية بالمحافظة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك. في كفر الشيخ أعلنت مديرية التموين أنه تم استلام 202,023 طن قمح ب 25 موقع تخزيني من الشوان والصوامع، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 15 رحلة طيران أوروبية سياحية، وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية المتبعة حتى توصيل السياح للفنادق المختلفة. في الشرقية بتشهد المحافظة تنفيذ أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الجانبية بمنطقة منشية السادات والكونت الشديد بمدينة الزقازيق على مساحة 15,000 متر مسطح وبتكلفة إجمالية 3,300,000 جنيه، وبيأتي ذلك تماشياً مع خطة التطوير والتجميل اللي بتشهدها شوارع المدينة والارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء المنطقة. في الدقهلية بتشهد المحافظة تنفيذ مشروع المنطقة التجارية واللوجستية الجديدة اللي بتقع على طريق رافد جمصة بنطاق مركز طلخة، وبتقام المنطقة اللوجستية على مساحة 52 فدان باستثمارات تصل ل 4 مليار جنيه، وبتتيح أكثر من 20,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وبتسهم في دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي. في الإسماعيلية شهدت المحافظة تدشين القافلة الطبية المجانية بقرية أبو عاشور التابعة لمركز ومدينة التل الكبير اللي نظمتها مديرية الصحة والسكان على مدار يومين، واستقبلت القافلة 1085 حالة في جميع التخصصات في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في الغربية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن قطع المياه عن مدينة قطور بالكامل وعدة قرى تابعة للمركز، وهي ضماط، سملة، كوم علي، بوريج، سجين، إبشوي، ونشيل والعزب التابعة لتلك القرى اليوم الخميس من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً لإجراء أعمال صيانة شاملة بالمحطة وفق الجدول الزمني المعلن.